هذا البيت إلنا من 40 سنة وأكثر كمان. بسبب الظروف الأمطار واللي انهدم خرب، جيت أبني بداله أوب ممنوع. ليش؟ بدك رخصة. طب بدي رخصة؟ ما في رخصة. بدفكع. شو بدي أحس؟ بدفكع. يعني بيتي أنا من 40 سنة إلي أنا ذكرياتي وأبوي وجدي كان فيه، اليوم ممنوع أقعد فيه أسكن فيه؟ أنا الحج خلوص عبد الرحيم حج محمد من قرية فروش بيت دجل. كل الضيوف اللي يجي عند أبوي هان يقعدوا هان ويناموا هون يا ما شاء الله عنه. إحنا 9 أخوان، 9 9 أخوان كنا في هذا البيت، وكنا نزرع هاي الأرض خضرة، وكان فيها شجر برتقال، وكانوا يا محلاها. كان ينام واحده وكان ينام واحده وواحده وواحده وواحد هون. حلوة. انت بتشتاق لهذا البيت؟ اوه، هذا كل يوم باجي عليه اتفرج عليه، كل يوم كل يوم باجي بشوفه وبروح، باجي بشوفه. احيانا بعيط عليه. الله يهديك. بدنا سلام، بدنا نعيش، بدنا زي هالناس. ضينا هالكم سنه نعيش نحن هالختياريه، خلينا نعيش بكرامه. لا